كل هذه الشعارات صراحة، الشعارات للوجو فخور جدا، لكن صراحة رمزية هذه المناسبة أني نكون زلاقي عبد الملك ابن مدينة قسنطينة مصمم شعارة لوجو الذكرى 60 لاستقلال الجزائر، أكيد راح يعني للكثير، راح تكون أسمى وفاخرة جدا على كل الشعارات السابقة اللي صممتها. شعار 60 الاستقلال بكل ما يحمله من رموز له رسائل وطنية نابعة من فكرة الدائرة بصفتها رمز للحمة، وستون نجمة رمز لعمر الاستقلال، وما الرسومات بالشعار بشقيه الأيمن والأيسر إلا ترجمة حرفية للأخير، تاريخ مجيد وعهد جديد، يقول لنا عبد الملك زلاقي. صراحة في بيت كل جزائري كأن ذيك الروح الوطنية، روح الانتماء لهذا الوطن العزيز، حتى لون علمنا الوطني فيه الأبيض والأحمر كلون دماء، كريات حمراء كريات بيضاء، العلم الوطني مصمم بطريقة صراحة جميلة وجميلة جدا وراقية جدا. هذا الشيء ألهمني أكيد، أنه ولو كنا صغار روحوا دائما جنب تصميم الهلال، تصميم النجمة. شاركت في المسابقة، أول شيء كانت لنا فرصة، بقينا في ثلاثة في آخر المطاف، مصمم من المسيلة، آخر من تيارت أعتقد، وأنا من ابن هذه المدينة الطيبة. الشارة لو كان يلاحظها المشاهد الكريم هي شكلها العام شكل دائري، ورمزية الدائرة صراحة كأشكال هندسية، لأنه الأشكال الهندسية عموما في الشعارات عندها رمزية وخصوصية مميزة جدا. الدائرة كما عرفناها ونحن صغار هي شكل هندسي الذي هو مجموعة من نقاط المتصلة الغير منفصلة التي ليس لها بداية ولا نهاية. هذا المفهوم العام للدائرة صراحة أعطانا رمزية خصوصا للدولة الجزائرية كمفهوم عام وهيكلة إدارية في الجانب هذا، وأيضا في جانب اللحمة الوطنية، لأن الدائرة مجموعة النقاط الملتحمة إن صح التعبير، مجموعة النقاط المتصلة ببعضها البعض. اللوجو فيه 60 نجمة، كل نجمة مثلت سنة من سنوات الاستقلال الوطني، سنة من استرجاع السيادة الوطنية. كانت صراحة أعدد أو بالأحرى المسافة بين النجمات متساوية جدا بشكل جمالي وشكل هندسي، كل رأس من رؤوس النجمة كلها تتجه إلى المركز، وبالتالي فيها دلالة جمالية أنه يكون إن شاء الله الشعار من حيث الجانب الجمالي يعطينا له حقه. فالشعار صراحة هو ترجمة حرفية للشعار اللغوي، تاريخ مجيد وعهد جديد. وبالتالي الشق الأيمن لو يلاحظ المشاهد الكريم، الشق الأيمن مثلت به التاريخ المجيد، فيه ثلاث صفحات من كتيب الذاكرة الوطنية أو سجل الذاكرة الوطنية للدولة الجزائرية، مثلتها بلون، الصفحة الأولى بلون أحمر صراحة رمزت أولا لون من ألوان العلم الوطني وأيضا لجرائم الاستثمار الفرنسي من جهة، أيضا الصفحة الأخيرة من سجل الذاكرة الوطنية أو بالأحرى الصفحة المفتوحة، كأني وأنا شاب جزائري أكرم صراحة، إنه اللون الذهبي هو لون التكريمات والتشريفات، وبالتالي كأني أكرم كل الرجال المخلصين في سبيل هذا الوطن. وأيضا كبعد شاب أني أقول وأنا شاب جزائري من جيل الاستقلال أتطلع إن شاء الله إلى رؤية عصرية، إلى عصر ذهبي للدولة الجزائرية إن شاء الله. الشق الأيسر أيضا من الشعار هو ترجمة حرفية للشعار اللغوي عهد جديد، وأنا شاب التقني تخصص إلكتروتقنية، رأيي صراحة أن تكون الفكرة لهذا الشعار أو الشعارة خاصة جدا، أنه يكون صراحة رمز التقنية سيلاسود سولا تكنولوجي، كأني أقول مسار الإلكترونات في لوحات الأم لكل الأجهزة التقنية. هذه صراحة الخصوصية كانت خاصة في هذا الشعار. نتفقنا في الشق الأيمن لشعار مجاهد أو رمزية مجاهد وجندي الجيش الوطني الشعبي كسليل لجيش التحرير الوطني، وأيضا في الشق الأيسر عتاد حربي لجيشنا الشعبي الوطني الضامن والحامي لحدود هذا الوطن الحبيب ووحدته الترابية كما هو موجود في دستور هذه الدولة العزيزة. إن شاء الله الشعب الجزائري يتأثر، كل شاب في مجاله إن شاء الله مسؤوليه كلهم يوفروا له كل ظروف التأطير إن شاء الله التكوين لما لا، ويثبت في جميع المجالات أن الشاب الجزائري فخور جدا للانتماء لهذا الوطن، وأنه مستعد دوما في خدمة هذا الوطن إن شاء الله.